السلام عليكم ورحمة الله. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدارس على جماعة من يهود. وبيت المدارس هو المكان الذي يتلقى فيه اليهود علوم التوراة. فدعاهم صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. فقال له بعضهم: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال لهم: إني على ملة إبراهيم ودينه. فقالوا: فإن إبراهيم كان يهوديا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلموا إلى التوراة هي بيننا وبينكم. فأبوا، فنزل قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. أرأيت أيها الرسول، أعجب من حال هؤلاء اليهود الذين أنعم الله عليهم بعلم الكتاب وأتاهم حظا ونصيبا منه، فعلموا أن ما جئت به هو الحق والصدق، ويدعون إلى حكم كتاب الله ليحكم ويفصل بينهم فيما اختلفوا فيه، فإن لم يوافق أهواءهم يأبى كثير منهم حكم الله، فهذا من عادتهم وشأنهم. تلك عقيدتهم، يأخذون من التوراة ما يحبون ويتركون ما يبغضون، فهم عبيد لأهوائهم. أنكر جماعة من اليهود نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: هلموا إلى التوراة ففيها صفتي. فأبوا. وذات مرة جاء جماعة من يهود خيبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة برجل وامرأة من أشرافهم قد زنيا ليحكم فيهم، وبدلا من أن ينقادوا لحكم الله في كتابهم ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم علهم يجدون رخصة. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا تفعلون بمن زنى منكم؟ فقالوا: نحممهما ونضربهما. ومعنى قولهم: يسودون الوجوه بالفحم ويضربوهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا: لا نجد فيها شيئا. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أحبار اليهود ومن أعلمهم بالتوراة: كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتى ابن سورية بالتوراة وهو من أعلم اليهود بالتوراة، ووضع كفه على آية الرجم، وأخذ يقرأ ما قبلها وما بعدها. فنزع عبد الله بن سلام يده عن آية الرجم فقال: ما هذا؟ فقالوا: هي آية الرجم. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهما فرجما قريبا من مسجده. وكما أن القرآن الكريم كتاب حق، فهو أيضا كتاب عدل، كتاب إنصاف، فلم يعمم الحكم على جميع اليهود وقال: فريق منهم. وبذلك يكون قد أخرج القلة التي أسلمت كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. لم يكن التولي والإعراض عن جهل، بل كان عن علم، وهذا أشد وأقبح. قال الشاعر: العيب في الجاهل المغمور مغمور، وعيب ذي الشرف المذكور مذكور. علمت الآن لماذا غضب الله على اليهود؟ لأنهم علموا ولم يعملوا. فإياك أن تكون كاليهود يعلمون ثم لا يعملون، وكن من المهتدين الذين يعلمون ثم يعملون. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون.
ذلك التولي والإعراض والانصراف عن سماع الحق من محمد صلى الله عليه وسلم سببه اعتقاد فاسد لدى أهل الكتاب. زعموا كذبا أنهم لن يعذبوا إلا أياما قليلة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. قال اليهود أن هذه الدنيا 7000 سنة، وإنما يعذبون على كل 1000 سنة يوما في النار، فهي 7 أيام معدودة. وقال آخرون لن تمسنا النار إلا 40 يوما، وهي مدة عبادتهم للعجل. وقالوا غيره الكثير والكثير، قالوا أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن آباءهم سيشفعون لهم عند الله، وعبروا بأقوى صيغ النفي وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وأتوا بالفعل تمسنا النار للدلالة على أن الفعل سريع وخاطف وغير دائم. وهذا الاعتقاد الخاطئ أدى إلى اغترارهم بدينهم الباطل واجترائهم على الله، وغرهم وخدعهم ما كانوا يفترون من أكاذيب وافتراءات ما أنزل الله به سلطانا. فالحذر أن نكون مثلهم، نغتر بالإسلام ونهمل في الفرائض والطاعات ونرتكب المحرمات. جزاكم الله خيرا. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. السلام عليكم ورحمة الله. تولى اليهود عن الحق المبين، ورفضوا الاحتكام لكتاب الله إن لم يوافق أهواءهم، وغرهم ما كانوا يفترون ويختلقون من أكاذيب، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ذاك في الدنيا، فماذا عن الآخرة؟ ماذا عن يوم الحساب؟ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ فكيف يكون حالهم إذا جمعهم الله للحساب في يوم لا شك فيه هو يوم القيامة، وأخذ كل واحد جزاء ما كسب من خير واكتسب من شر، فلا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم، وهم لا يظلمون شيئا؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذاك لليهود، فماذا لنا؟ أولا، الإنسان مخير في الأمور الشرعية، وإذا عرض على الإنسان الحق وجب عليه اتباعه. ثانيا، نعم أنعم الله علينا بنعمة الإسلام، ولكن لا يجب علينا الاغترار بديننا، ويجب أن نعمل ليوم الحساب. وأخيرا، لا تغتر بالدنيا وزينتها، فهي فانية وإلى زوال، وعمل ليوم الحساب. جزاكم الله خيرا. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟